لسوء الحظ تلعب مباراة الليلة في ظروف مناخية صعبة، ورغم كل هذا تأتي الجماهير العاشقة المحبة من أجل الاستمتاع ومن أجل الوقوف خلف الفريق في كل وقت، ورغم صعوبة الأجواء. ليلة باردة جدا، رغم ذلك الجماهير جاءت لتحضر. واترك عنك الأجواء الباردة، تنتظر اليوم بأداء ممتع. الجو بارد صحيح، لكن تنتظر حرارة على العشب من اللاعبين على أرضية الملعب لتستمتع بالمباراة. هذه الأجواء الرائعة. Lining up for Egypt, number 6, Ahmed Hegazi. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. فويث محمود تريزيجيه يلعب كرة بينية طويلة، يلعب كرة بينية، إمكانية مرتدة الآن. سيستلم هذه التمريرة الطولية، لمسة بينية، فويث يلعب الكرة والتسديد. جول للمنتخب المصري. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يلعب رمية التماس، يلعب كرة على اليسار، يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. محمود تريزيجيه يحاول تمريرها من بين المدافعين، عرضية، الكرة طويلة جدا إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. محمود تريزيجيه ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، كرة من جهة اليمين، ويلعب كرة عرضية على الطاير. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. اندفاع. مودريتش.
الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها، هدف مقابل لا شيء الآن. روزوفيتش، بينيزيتش، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. لديهم الفرصة مرة أخرى، وفي هذه اللحظة صافرت حكم مباراة الإعلام هذا الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. مصر يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. بيريسيتش، لا يمكن إهدارها، يحاول مرة أخرى، بعيدة تماما عن المرمى، عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. كرواتيا يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. فويث يرسل كرة من الخلف إلى الأمام، تسديدة، كرة في اتجاه المرمى، جول. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. راكيتيتش يقطع الكرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، بيريزيتش يتعثر ويفقد توازنه، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. Substitutions taking place. Luka Modric, هدف ولا أروع. بالفعل هدف جميل هذا اليوم. هدف ولا أروع. توضح هذه اللعبة مدى براعته. The goal scorer for Croatia. Number 10.
مودريتش. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. يسيطر على الكرة بروزوفيتش، تشيلينتيكا، ريبيتش، يلعب العرضية، يحاول لعب الكرة بالرأس. كرة طولية إلى الأمام، يلعبها طويلة، يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. تشيلينتيكا، أنتي ريبيتش، ريبيتش، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. محمود تريزيجيه، الله على اللعبة الجميلة. فيدا، يبحث عن زميله، كرة تمر بسلام على المدافعين، يسدد الكرة، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. بيرسيتش، مودريتش، الكرة ملعوبة من مسافة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعبها عرضية، مرت الكرة، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، التدخل وتهدئة الأمور. Substitution. لوكا مودريتش، الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل سريع. إلى الأمام بسرعة، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق الأفضل. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق.